في حلقة جديدة حط فريق برنامج عن قرب الرحال بمدينة الحمامة البيضاء، والتي تعد من المدن الناجحة على مستوى التدبير الجماعي لحزب العدالة والتنمية. تطوان أو تطاون كما يحب البعض أن يطلق عليها، جددت الثقة في حزب المصباح لولايتين في شخص رئيس الجماعة الحالي محمد إدعمار والنائب البرلماني عن نفس المدينة، نظراً للإنجازات الكبيرة والتغيير الملموس الذي عرفته المدينة على مختلف الجوانب، وهو ما سيتحدث عنه رئيس الجماعة بالتدقيق خلال هذه الحلقة، وما أكده الشارع التطواني أيضاً في هذه التصريحات. لنتابع. بالنسبة لمدينة تطوان تقدم كبير بالنسبة للبنية التحتية والإصلاح الشوارع. الكل متفق بأنك تعتبر من بين أحسن المدن على المستوى الوطني، لا من ناحية الإصلاحات اللي كاينين البنية التحتية، لا من ناحية الأمن اللي كاين موفر فيها، لا من جميع اتجاهات، وكذا تعتبر من بين المدن السياحية الحالية في المغرب. الجماعة مزيانة، زعما عندهم نظام مزيان، كاينين شي حاجة كتعمل في تطوان، أنت عارف كاين الواد، كاين هادي، كاين شي حاجة اللي غتكون هنا استراتيجية مزيان. عرفت المدينة واحد التقدم كبير يعني في البنية التحتية، إذا بغينا نقولوا يعني في الطرق، في التجديد ديال المحطة الجديدة، يعني واحد مجموعة ديال المرافق يعني الأساسية وعمومية اللي ولات يعني حاضرة. بالنسبة للمجلس باش يواكب الإيقاع والديناميكية للمشاريع المدينة، ويواكب كذلك واحد المجموعة الاتفاقيات سواء مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين محليا ولا وطنيا ولا دوليا، كذلك لمدينة تطوان في قلب واحد التفاعل لا مركزي، سواء على المستوى البحر الأبيض المتوسط أو على المستوى المشاريع الأوروبية اللي هي مهمة، وبالتالي هذا يستدعي انعقاد دورات المجلس بشكل وبواحد الوتيرة اللي من طبيعة الحال تفوق كثيرا العدد الدورات اللي هي 3 دورات في السنة اللي كيحددها القانون التنظيمي 113-14. أنا ما أعبر عن امتعاضي أو استيائي كما قلت من أعضاء ديال المجلس، لا، من الأجواء اللي كانت، خصوصا وانه في الدور هذه كانت هناك احتجاجات لما يسمى بالباع المتجولين، لانه هنا الان واحد العمليه ديال اخلاء الفضاءات العموميه من المدينه وتوزيع الدكاكين وغيره. بالطبع مثل هذه الاشياء ما يمكنش ترضي الجميع، وانما ترضي الجميع، فكانت هناك احتجاجات بالحق والباطل اللي جعل الدوره كتمر في واحد الاجواء غير مناسبه في السابق. وداخل هاد الدورات ونظرا لهاد الديناميكيه كيخلق واحد المجموعه ديال الاحتجاجات للفئات ذات علاقه، وقت ما كتكون الدوره كيجيو كيعبروا على المواقف ديالهم، وحنا على كل حال غير منزعجين لذوك الاحتجاجات وذوك الملاحظات ديال المواطنين اللي يمكننا ناخذوها بعين الاعتبار ولكن اللي كنشوفه يتعارض مع المقررات الأساسية ومع تنمية المدينة والمشاريع المهيكلة للمدينة، كنكونوا مضطرين للمضي قدما ومن طبيعة الحال دون أن نأخذ بعين الاعتبار المصالح الفئوية ولا الشخصية اللي تتعارض أحيانا بشكل قطعي مع المصلحة العامة. عندنا واحد الطريق الدائري
ما يسمى طريق الحزام الأخضر اللي كيتواجد في الغرب دي مدينة تطوان وغيربط الشمال ديالها بالجنوب ديالها وغيساهم في تنظيم والسلاسة السير والجولان بالنسبة لمدينة تطوان. المرحلة الأولى ديالها فيها 93 مليون درهم، باقي المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. والمرحلة الثانية من ناحية التقنية هي اللي صعبة وهي اللي غتشد الوقت، ولكن احنا نتوقع باللي المدة الزمنية المفترضة لهذا المشروع ان شاء الله في النهاية 2019 غيكون الانجاز ديالو 100%. المشروع الثاني واللي كذلك قمت بالزيارة ديالو هو المركب الغذائي اللي فيه سوق الجملة للسمك، واللي انتم وقفتوا عليه وشفتوه، فيه المبلغ الإجمالي ديالو 36 مليون درهم، ودابا تقريبا الأشغال الكبرى نجزات بواحد 90%، وغيدخلوا الأشغال الفينيسيون ديالو، وفي جنبه غينطلق سوق الجملة للخضر والفواكه والمجازر الجماعية. من المشاريع اللي تقريبا منجزة بشكل نهائي المركب الصحي البلدي اللي وقفتوا عليه، واللي من طبيعة الحال تهو مركب ضخم، فيه واحد المختبر وفيه تشريح الشرعي وفيه الثلاجة والغسالة للأموات بشكل عصري من طبيعة الحال. وكان توقعوا كذلك باللي هاد المركب بالنسبة للمرافق ديالو تتسع لإقليمين، إقليم تطوان وإقليم مضيق الفنيدق. ثم من المشاريع اللي في طريق الإنجاز ديالها المشروع المهيكي الكبير ديال تهيئة دواد وساهل مرتين، وكما كتلاحظوا دابا تم التصفية ديالو من التلوث بواحد النسبة 100% دابا، وكيتم التهيئة ديالو باش يولي واحد القطب اجتماعي اقتصادي وعمراني كذلك وبيئي بالنسبة لمدينة تطوان. وإلى حد الآن تصرفت فيه واحد 430 مليون درهم، ولكن هو مشروع اللي سيستمر إلى حدود 2026 على الأقل. تم بناء جوج الأنواع الأسواق، الأسواق على شكل مراكز تجارية اللي فيه واحد من المراكز راه قمت بالزيارة ديالو أظن ديال سيدي المنبري، وكاين الأزهار كذلك في الجهة أخرى ديال المدينة في الجهة الغربية ديال المدينة، وكاين الإمام مالك الشطر الثاني. هاد ثلاثة الأسواق على شكل مراكز تجارية كتوفرنا ما يزيد على 2000 دكان، والميزانية الإجمالية للإنجاز ديالها 137 مليون درهم. ودابا راه حنا في الطور ديال التوطين ديال المستفيدين في هذه الأسواق. وبالمناسبة الدورة اللي درنا البارح دات علاقة بهذا الشيء اللي باع الجائلين والأسواق والتوطين ديالهم وضفاطر التحمل للأسواق والمواصفات وكيفاش من طبيعة الحال غيتم الدمج هذه الأسواق في التنمية المحلية وفي الممتلكات الجماعية والقيمة المضافة اللي غتجيب كذلك المداخل الجماعة. والحمد لله تجربة يعني أحسن من الإنسان كان مشرد في الزنقة، يعني القوايل كان عليه والشتاء يعني والبرد، الحمد لله راه النعمة من عند الله، يعني الناس تجمعات وعملوا لهم بلاصة، ما بقاوش كيهزوا الحاجة ديالهم ويديوها يعني الكرازات، كيعملوها بلاصتهم كلشي بلاصتو، كاين العساسة كيشدوا عليهم، يعني واحد الشيء
يعني احسن من اللي كانوا في الزنقه الحمد لله. وبالتالي الاحداث ديال هاد الاسواق هادو هو توطين هاد الباع الجائلين والترحيل ديالو في اماكن قاره باش نساعدوهم انهم يشتغلوا في ظروف عمل يعني حسنه ويستطيعوا انهم يحققوا ابسط مقومات العيش الكريم. كاين طبيعة الحال يعني ملي كنهضروا الباع الجائلين اللي كان مصادر ديال القوت واللي طبيعة الحال يعني وفروا واحد مجموعه ديال 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 الاسواق، اسواق ديال القرب واسواق النموذجيه غير انها غير كافيه. غير ما يمكنناش نوقفوا عند المشاريع اللي بينها مبنيه البنيه التحتيه بلا ما نهضروا على واحد المشروع اللي هو لا يقل اهميه والحجم من هاد المشاريع اللي هو تنظيم وتحديد الاداره الجماعيه ديال تطوان بالرقمنه ديالها. درنا واحد المشروع دابا اللي كيضبط لنا جميع الادارات ديالنا والعلاقات ديالنا مع المرتفقين والخدمات ديالنا والرقابه المؤسسات اللي عندها التدبير المفوض والماليه المحليه للجماعه. واجزم باللي هاد الرقمنه وهاد المكننه ديال الاداره الجماعه ساهم بواحد الشكل كبير في هذه العمليه، لان دابا يمكن نقول لكم باللي داخل جماعه تطوان قادين نضبطوا بواحد الشكل كبير الاراضي الحضريه غير المبنيه والضرائب ديالها، قادين نضبطوا الجانب التنشيط الاقتصادي، المقاهي والمطاعم، القاعد، الحفلات، جميع الملتزمين بالضرائب المحليه قادين ندخلهم للقاعدة المعطيات ديالنا ونضبطوا الملفات ديالهم. قادين كذلك نضبطوا الأداء على الرخص، وحدنا التسعيرات ومضبوطة، ودابا ما قد لا رئيس ولا موظف يجتهد ينقص في الأداء اللي كيخص تخلص واحد الرخصة معينة، لان داخله بشكل دقيق عندنا في الحسابات ديالنا وفي هاد الرقمنه اللي دا. لاول مره بالنسبه لجامعه تطوان، واخا 6 سنين اللي اشتغلنا درنا مجهود، لقينا الميزانيه ديال جامعه تطوان لا تزيد على 200 مليون درهم، تزيد وتنقص، وهذا النهار كنهضروا على 430 مليون درهم، يعني تزادت ب 230 مليون درهم. ولكن بالنسبه للتحصيل للمداخل الجامعه، اول سنه كنوصلوا ل 94%، هذا العام عدد 2017 وصلنا نسبه التحصيل ل 94% من البرمجه المتوقعه كالمداخل ديال الجامعه. وشكرا برنامج عن قرب، وشكرا بي جي دي تي في.